فوق ال 4000 ومسدح فقرة المطبخ في الهنجر كنا من قبل حادث. فعشان كذا يعني كل متسابقين انسوا انكم ترجعوا. طيب عندنا محور نبي نتكلم فيه بكل جدية، وهذه رسالة الإدارة والأبو سلطان الأستاذ تركي الدوسري اللي قاعد يصير في السجن، ما أعتقد أنه صار في أي نسخة من النسخ. الموضوع تعدى أنه يكون يعني من أجل مثلا هي مخالفة قانون أو شيء جديد أو ابتكار أو دفاشة، مع يعني خلاص الشيء لا زاد عن حده ينقلب ضده. في مثل يقولون الفترة الأخيرة يقول لك لا طالت سمجت، هي فعلا خلاص الحين سمجت. اللي قاعد يصير في حق المتسابقين أمر سلبي وأمر سيء، فأنا رسالتي للمتسابقين إذا هذا التعامل يكون في السجن وأنتوا راضين عنه فخلكم راضين عنه، ولكن لو كنت أنا مكان واحد منكم ما دخلت السجن ولا دخلت المطبخ لين يشوفون حل هذه المشكلة. شوفوا المقطع ونرجع لكم من جديد. اسمع، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. شيء عاد يحط لكم شيء، عاد يحط لكم شيء. خلف الزجاجة. إن الله. لا لا ما ولا. خلاص. هاي. ايوه اضربه. اضربه. تهجم ليش؟ تهجم ليه؟ راحت الكشخة الله. شكلنا نقعد. خل الكشخة تنبعك. خل الكشخة تنبعك. يلا. تغريدة موجودة؟ التغريده موجوده؟ عرضي التغريده بالله. انا في ذاك اللي ما بيها خطا بلا يعني شيء. لا بالله يعرض. لا التغريده من حساب القناه، لكن كان فيها مخالفه. التغريده فيها شرط خروجك من السجن. ابو فهري تنكر هذا الشرط بعد ما يعني هي واضح انها فقره من في البرنامج. انا بديت اليوم اتاكد ان السجن هي فقره ليس في برنامج زد. يعني الشرط للخروج كان 500 رتويت. جاء 500 رتويت قال لا. قال لا اعلمك ليش ما في البرنامج، هي حرفيا خارج، هي خارج البرنامج. وين؟ لان المتسابقين توهم يصحون من النوم ما يدرون ايش السالفه وتبديل شفت في وراء هنا في الكنترول تبديل شفت. حلو. عرفت؟ والناصر توه اذا راجع من الدوام، وانا راجع من الدوام، كلنا راجعين من الدوام، ما يحس، ما حد يتابع. عرفت؟ طيب. جالس يحس منه ما حد يتابع الا هو. إيه؟ عارف جالس يسوي هذه الاغراض كلها. ايضا هو يخرج من الدوام يجي يتغدى، هو يحسب حساب غدا يوفر الان. إيه؟ يتغدى هنا ويرجع للدوام يبصم الساعه 5 للعلم. يعني بالله هي العاده انك تاخذ بعد يعني البريك ساعه تمرين، هو جاء هنا يتمرن على عيال خلق الله. اها وصلت. شكرا، يعطيك العافيه. معي ايش رايك في اللي قاعد يصير علي؟ ما تشوف معك حق. ايش رايك باللي قاعد يصير؟ قبل انا اسميك صنديح. قبل امس استلمني في فقره كامله. كامله ما بقى شيء فيني، ويضحكون متسابقين مستانس. اسمع، كان مبسوطين ناوي شو يطلعهم، لانه كل ما يعني سبوني اكثر كل ما انبسط بيطلعهم. فجأة مساعد غلط، وغلطه عمره، وغلطه الشاطر بايش؟ بعشره. قال حتى انت ترى انت فيك كذا كذا. قال ايش؟ ايش؟ ادخل السجن. ودخلهم وضربهم 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 عشان كلمه واحده بس. قال طب انت زيه. ضربه ضربه الين اذن مساعد. السؤال الاعظم ودي اسال محمد، هل هذا الشيء تستخدمه في السجن ترضى لنفسك ولا لا؟ أعطيك معلومة. يعني فيصل هدلان برستيج برنامج رصع اليوم بالبلونة، جاء صمم في ذنه الضعيف، الموية كله دخلت في ذنه، مو طبيعي. أعطيك معلومة. والله خطأ. هل تعلم أن دكتور الأشعة في مستشفى الدرعية أنه صار يحسب يوقف دوامه على دوام محمد فهري؟ ليه؟ يخرجون متسابقين طوال الأشعة. والله العظيم ما جي النادي راح ثلاث مرات أشعة. والله غلط. خليك تستشك في نفسك. إيه؟ هل انت مصاب؟ متى مصاب؟ تعبان؟ ما تدري. انت قاعد تشوف شيء غريب. شفت لما يجيك حادث قمت تلمس جسمك كذا تشوف مكسر، الادرينالين عندك مرتفع. كلش انت محتمي. ما تدري، ما تدري انت وانا صاحي، انا واعي وانا مغمى علي، ما تدري. اليوم الحادثة مو طبيعي. ابو سعيد، ابو سعيد انا اعرف. حلو. هو منكم من يوم كان متسابق عشان كذا ان قلنا في الاخير، لان يبدو لي ان اخر العلاج الكي، فالكي يبدو لنا من عند الحين. هو حطوا 500 رتويت التغريده، جابوا 500 رتويت ما طلعوا. هو مشكلته هو أبالا أبو سلطان الصبح، أبو سلطان يجي بالليل. إيه؟ سرق فقرتي هذا، سرق. هو أبالا. إيه؟ أنت صارك برنامج كامل تسرق، ما قلنا لك برنامج كامل تسرق. أنا صادق. تذكر الاستديو اللي سوى فيني صح؟ صح. تذكر ولا ما تذكر؟ أذكر. خلاص خلاص. أوكي أوكي قلتها وقعد. هذه قالها قطة، قالها فهد من أيام الحلقة. أسلم يا أبو دعيرة. رصيدك 9.
تدري شو المشكله؟ ما فاهمه شنو الموضوع، ما فاهمه. قال له سجن تسوي كذا تداوم، هو ما فاهمه والله. انا دخلني خويك، هو خويك بس جارك ما قال جارك المفروض تجلس وياه تقول له فقره محمد. هو جلسه الاعداد اللي تجلسونها سوا، هو قام يدخل المشكلة. اي شخص يمر قدام سجن يدخل السجن، ما ادري اللي خسر المطبخ ولا الان انت عقدك مع القناه في بنود في لوائح صح؟ هو وش العقد حقه؟ ورقه بيضة، ورقه بيضة مكتوب سجان محمد فيري بس وقع بس انت موضوع يا اخواني. انتم اسمعوا الشات، هو اصلا جيت انا وياه القريه قبل، ما هو مفروض ما هم معنا عرفت. تفاجات انه هو وسعود العتيبي في المكتب تناقشون، ما ادري ايش. رحت الله يكرمكم دوره المياه رجعت، قال له والله سعود قدهم معنا مقدم، بس قلت سعود ما هي موجوده عرفت، قال ما ادري فين راح كلام البسه. فجاه قلت صوره بسرعه يعني الموضوع الحاله هذه، بالحاله هذه الموضوع اكبر من النايب. الحاله هذه اذا محمد الفيري غير مسؤول، غير مسؤول، مسؤول غير مسؤول عن سعود العتيبي. لا لا مو مسؤول سعود العتيبي، مسؤول عنه المسؤول الحقيقي، المفروض انه مسؤول عن الضرر اللي يمص في المتسابقين. يا اخواني يا اخواني آمنا بالله في ضرر صح؟ والله لو انا متسابق والله ما ادخل مطبخ. عندي اقتراح والله ما ادخل، ليش ما نجيب محمد الفيري والناقش؟ لا اسجنه والناقشه من هناك، نحط الكاميرا هناك وناخذ مع ليه ما تبغى تناقش مساله انه يكون موجود هنا؟ لا لان بسولف اكثر يعني تدري يلا ناخذ ساعه، هو بياخذ ساعتين بدا يمكن ساعه مع في السجن يدور من احنا مشكلتنا نتاخر خاف نمشي في السجن. تدري من اللي يتحمل الضرر؟ مين؟ خالد حماد والجميري. خالد حماد محمد الفنان يعني ليه؟ المفروض ما يخسرون احد، المفروض اذا خسر واحد دخل سجن هو يتحمل الذنب. هو فايز بدخل السجن. ابو دعيم والله ان ضميري كل يوم لانه يدق علي الساعه 5 يقول كيف البقره؟ اقول له كل يوم الساعه 5 ابو دعيم، ابو دعيم كل يوم الساعه 5 العاده السجان ينتظرهم في السجن ويضحك خسران. هو لا، هو يحضرهم من الهنجر، هو يروح يعني ما يمدي يهرب متسابق يحض. فلذلك نقول متسابق، مو اقول لك احضر المطبخ واهرب، لا لا تحضر. انا اول مره في حياتي اشجع متسابق للغياب. المتسابق اللي خاف على عظامه وعندها شاشه عظام قسم بالله غب عن فقره المطبخ، تغيب عن فقره المطبخ خصم 500 ولا كسر بالترقوه. والله هذا هذا المشكله، انه اذا دخل عليهم وهم نايمين غاب وقال اسكن الغايب. لا يا حبيبي انا ما استدرت كرسي سرير نوم، فانا وين انام؟ وين اي مكان في القريه؟ اركب فوق سرير، فاطلع في اي مكان. المئذنه ما يقدر يدخل، اي ما يقدر يدخل، فانام في اي مكان صعب ما يقدر يوصل. انا ودي اشوف المتسابقين المتضررين منه ولا ناخذ سرت على المتسابقين نشوف المتسابقين صاحيين. لا اتوقع مبسوطين، اتوقع مستانسين. يا ساتر السجناء، ايش فيكم؟ الفهري يحسب الفقره. لا معك تركي مشبب موجود، تركي مشبب. ليش تركي مشبب تعرض لل تعرض لل لا تركي مشاب علوم معلوم. تركي مشاب موجود، تركي مشاب موجود معنا. اوه ايه لا موجود، هو مع اخويا. بعدين استاذ تركي كيف سمحت لهذا ومنهم على شاكلته بالتعدي على الاسطوره الفذ الرائع النابغه اللبني ليله البارحه؟ لا 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 عليك ان تنتبه، الاستاذ علي قام وهامه في هذا المجال، فكان قام وهامه على نفسه مو على النابغه اللقمه السائغه. لا 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 انا ارى ان النابغه